أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم أنت غير. لاحظت على صديقتها تعاني من التعرق الزائد، بل هناك 6000 حالة في قطاع غزة يعانون من نفس الحالة، فقامت بصناعة جهاز لهذه الحالة. أخصائية العلاج الطبيعي فاطمة قسطة، أهلا بك معنا في برنامج أنت غير. أهلا فيك. طيب بداية احكي لنا عن هذا الجهاز. والله صراحة بداية قصة صناعة هذا الجهاز كانت صديقتي بتعاني من التعرق الزائد في الأطراف، فكان بداية تفكيري في الجهاز إن أنا كيف بدي أقدر أساعدها. فأنا بدأت أبحث شوية أبحاث، وكنت أقرأ كتير، وكنت شغوفة بالعلم، يعني بحب إن أنا أتابع وأواكب كل إشي. فكانت بداية إن أنا كنت بقرأ أبحاث، وكنت بأبحث على اليوتيوب وعلى مواقع علمية، على كذا موقع، يعني من المواقع المضمونة، يعني المواقع المعتمدة عالميا في وزارة الصحة. وصلت تقريبا لفكرة عمل الجهاز اللي مصنع برا واللي مستخدم. فبدأت يعني لما أنا حسيت إن أنا بدأت أوصل لإشي، فأنا كنت بدي أتأكد، صرت إن أنا أعمل شوية أبحاث، أعمل يعني أجيب المكونات هذه عندي بالبيت أجرب على نفسي، لأني يعني في خوف إن أنت تجرب على حد لأول مرة. فأول مرة بدأت إن أنا أجرب على نفسي. بالنسبة للتجربة مش ربما بتختلف انه لازم في ناس بيعانوا من هاي الحالة عشان تشوف انه التجربة صح ولا غلط؟ طبعا هو مش تجريب انه بيشتغل او ما بيشتغلش، هو تجريب ايش هيكون الاحساس، يعني خصوصا انت بتعرض الجسم لكمية من الكهرباء بشكل معين. فانا كنت بجرب الاحساس، يعني هيكون مؤلم مش مؤلم، لانه لما بدك توصفه لحد وتقول له جربه بدي يقول لك انا ايش اللي هحسه. يعني بدي الان هذا المريض لما بده يتعامل مع الجهاز بيشعر بنوع من الكهرباء، تيار كهرباء. طبعا المريض بيشعر بشيء نمنمه خفيفه، بيشعر ممكن يكون الاحساس مش مريح بالنسبه له ولكن مش مؤلم. فانا كان تجربه على نفسي ان انا بدي اجرب عشان لما اقول لحدا انه جربه وقال لي انا بحس بهيك وهيك، يعني اكون عارفه اذا هو بحس شيء طبيعي او لا. فبدات اولها بدات جربت على حالي، بعد هيك صرت اقولها ان انا يعني جربت وايش رايك نجرب، قالت لي عادي بجرب ما عنديش اي مشاكل، بغامر ما بتفرقش عندي. بدانا نجرب مع بعض، جلسه جلستين ثلاثه، بعد هيك وصلنا تقريبا عند جلسه رقم 5، حكت لي ان انا بدات احس بشكل واضح انه كميه العرق بدات تخف. قلت لها خلص. في نفس اللحظه ولا بعد فتره؟ لا بعد 4 جلسات او 5 تقريبا بدا كميه العرق بدات تقل تدريجي. فلما حكيت لي هيك طب احنا بدنا شيء يكون ثابت نقيس عليه انه نعرف قديش اللي بيقل. فهو المرض هذا من المحفزات تبعته هو التوتر او الحالات النفسيه السيئه، يعني التوتر الخوف او الحراره. هذه اسباب المباشره للمرض؟ لا هي مش سبب مباشر، هي محفزات لافراز العرق. يعني اللي بيكونوا ممرضين بالتعرق الزائد بيكون يعني وقت ما بيكونوا خايفين متوترين او بامتحان بمقابله عمل بتلاقيهم بصير العرق منهم ينقط هيك، بتلاقيهم بشكل كتير بيعرقوا، او ممكن مثلا في الحر الزياده بتلاقيهم بيعرقوا بشكل اوفر، يعني بشكل مش طبيعي ابدا. فكانت الاشي انه انا احطها بموقف تتوتر فيه وتشتغل تعمل مجهود عشان عضلاتها تحمى فتعرق.
الآن لما احنا بدنا نحكي عن تعرق زائد، المسألة لها علاقة بالتعرق كافة أنحاء الجسم ولا الكفين فقط؟ هي لها كذا تصنيف ولها أكثر من نوع، فإحنا عشان يعني اللي بده يسمع أو بده يعرف عن الجهاز أو بده يسأل عنه لازم يكون فهم إيش هي طبيعة المرض وكيف هو بده يتوجه إلى الجهاز أو لا. فعندك أول إشي في عندك أسباب وفي عندك يعني أنواع. أنواع المرض ممكن تكون إنها في مكان واحد أو منتشرة في الجسم كله. أنواعه بتكون في ممكن يكون في الرأس أو منطقة الجبين، ممكن تكون كمان في الأطراف كفات الإيدين وكفات الرجلين، ممكن تكون بالجسم كله، ممكن كمان تكون بالأعضاء التناسلية. هذا يعني تصنيف اللي هي على حسب المكان، إذا كان لوكال أو يعني جنرالايز الجسم كامل. بعد هيك بيجي عندك اللي هي من ناحية الأسباب، في عندك أولي وفي عندك ثانوي. الأولي بيكون مش معروف السبب، ممكن الطفل ينولد هيك، ممكن فترة المراهقة مع تغيير الهرمونات، ممكن كمان بعد هيك عند سن اليأس. بعدك بيجي عندك الثانوي وبكون مرتبط بأمراض معينة زي السكر زي السرطان زي مثلا، ممكن يجي كمضاعفات بعد جراحة، في يعني عدة أمراض مرتبطة يعني فيه. يعني هو ممكن يكون مقدم للسكر أو لا لا أو هو سرطان يجي أو يعني من الأعراض اللي بتكون مصاحبة للسكر. دائما بتلاقي إنه مرضى السكر بتلاقيهم بيعرقوا كتير، هذا إشي بيكون مصاحب. في عندك كمان يعني الإشي اللي بيكون فيصل إذا هل المريض بيعاني من النوع الأولي أو الثاني. أول إشي لازم يعمله بيقول لك افحص الغدة الدرقية. لو كان عنده زيادة نشاط في الغدة الدرقية معناته إنه هو عنده إشي في مشكلة في الغدة الدرقية، مشكلة في الهرمونات، بيتعالج بياخد علاج هرموني خلص يعني بيسيطر على المشكلة. لو كانت مش معروفة السبب فساعتها بده يلجأ لحل من الحلول، على الأغلب بتكون يعني بتاخد وقت، إلا إذا كان جراحة ممكن تكون حل قطعي. ولكن لو كان حل تاني بوتكس أو علاج طبيعي بتقنية الأيونتوفريسيز اللي هي مثلا اللي بيعتمد عليها الجهاز، فهذه بتكون يعني تقريبا إشي شبه مستمر، لأنه المرض نفسه مرض جلدي مزمن. فيعني يا جراحة بشكل قطعي يا إما بده يمشي حلول. لكن ممكن الجهاز يكون بديل عن الجراحة حتى وإن استمر يعني يعني مزيد من الوقت، ممكن يكون والله بديل؟ هو ممكن يكون بديل في حالة التزام المريض، لأنه عندك جراحة بتكون قطع للعصب السيمباثاوي اللي هو مثلا التعرق بيكون سببه زيادة نشاط في العصب السيمباثاوي. من ناحية أسباب احنا حكينا عن أسبابه، فهو ممكن المريض يعني يلجأ للجراحة على أساس إنه يقضى على المشكلة بشكل كامل. في حالة نجحت الجراحة يعني بتنجح كتير، مش ما بتنجحش، ولكن أعراضها مخيفة ومضاعفاتها برضه كتير. فالمريض يعني من دافع الخوف دائما الناس بتحاول تبعد عن الجراحة، بتخاف منها. فالحل الوحيد القطعي اللي هو عندك قطع العصب السيمباثاوي جراحة. الحل الثاني ممكن يكون حقن بوتكس كل 6 شهور مرة، هو حل مؤلم ومكلف فالناس بتبعد عنه. الحل الثالث هو الخيار الأخير اللي هو جلسات علاج طبيعي، بتكون تقريبا ممكن كل يوم تنعمل أو ممكن يوم بعد يوم حسب رغبة المريض، بياخدها بشكل مستمر لفترة مثلا ممكن توصل لعند 20 جلسة، بيصير تثبيط للخلايا العرقية، بيصير يقلل كمية العرق تدريجي لحد ما بتوقف العرق تقريبا. بعد هيك بيصير المريض يداوم يعني مرتين بالأسبوع أو إنسان لما بيحس حاله بدأ يرجع يعرق تاني. فهذه يعني خلاص هيك بصير انه هو بده يحافظ على مرحله التثبيط هذه او خمول الخلايا بشكل مستمر، فبده يداوم. معظم المرضى بيرتاحوا على الشيء هذا على استخدام تقنيه الايونتوفريسز لانها شيء ما لهاش يعني اعراض جانبيه، ما لهاش مضاعفات على المدى البعيد. غير هيك بتكون يعني شيء مش مؤلم. عندنا هان في غزه يعني بيكون انه المرضى ممكن بتلاقيهم بيلجؤوا لمراكز علاج طبيعي. ممكن المريض بيستمر بس بالاخر بلاقيها انه شيء مكلف وشيء بضيع له وقت، بده يستنى دور، فبيخلص بيزهق بيبطل يروح. الجهاز اللي انا عملته هو بيكون جهاز المريض اللي بياخده لحاله على البيت بيتعالج فيه لحاله، فبوفر حاله وقت، بوفر حاله تعب، بوفر حاله كل شيء. طيب ما في جهات مثلا خاطبتك تواصلت معك من اجل انه يكون في هناك كميه اكبر من 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 هذا الجهاز حتى يعني يكون يساهم بشكل او باخر في حل مشكله التعرق الزائد؟ والله هو بدايه انا يعني من ضمن المشاركين في مسابقه شعاع للعلوم والتقنيات، يعني هي مؤسسه شعاع للعلوم والتقنيات كانت عامله عرض انه في مسابقه للافكار العلميه، فانا كنت من ضمن المشاركين، كنا 60 مشارك
بعد هيك تم تصفيتنا لعند 15. حالياً هيعرضوا الفترة هاي تقريباً إن شاء الله فيديوهات إنه يصير تصويت من أفضل فكرة علمية ويتخذ فيها. ففي يعني في المسابقة هذه كان في تمويل لكل مشروع مبلغ حسب كل واحد هو قديش كان كاتب بالطلب إنه قديش بيلزمه عشان ينفذ مشروعه. فتم تمويل $300 لعمل النموذج الأولي اللي تم عمله في مسابقة شعاع. بعد هيك كان في أنا مشاركة في مع جمعية المستقبل الثقافة والتنمية في مشروع رياديات. هذا المشروع كان بيهتم بريادة الأعمال. فكان في عنا برضو نظام برضو يعني تقريبا نوع من أنواع المنافسة. يعني كان في عنا تقريبا 60 مشروع. بعد هيك تصفوا على مرحلتين. المرحلة النهائية كانت أنه بياخدوا 15 فكرة ريادية يعني تطبق نظام احتضان. فكنت أنا من ضمن 15 مشروع اللي فازوا في الاحتضان. حاليا في هذا المشروع يعني طبعا تم توفير مشرفين، تم توفير تدريبات كتير في ريادة الأعمال، في كل إشي ممكن يلزم إنك تعمل مشروع صغير ومشروع ناشئ ومشروع ريادي. فحاليا إحنا في مرحلة إنه قاعدين بنجهز لإنه يتم تصنيع، يعني يتحول لمشروع ريادي تصنيع عدة أجهزة. تمام. طب الآن الأخصائية فاطمة، يعني خلينا نعود لبدايات المشروع. الآن أنت شفتي صديقتك إنه في عندها تعرق زائد، هل انه من خلال دراستك بتعرفي انه في جهاز بيساهم بشكل او باخر في تقنين او حل هذه المشكله، ونظرا لانه ممنوع يدخل او مش متواجد في قطاع غزه قمت باعاده تصنيعه والاطلاع على الشركات المنتجه، ولا انه يعني كان هذا يعني في خيالك موجود الجهاز؟ لا، هو الجهاز هذا موجود برا، ولكن اليهود طبعا منعينه يدخل. طبعا كنا بنعرف يعني انه اليهود بيحاولوا باي شكل من الاشكال انهم يزودوا المعاناه. يعني هذا مرض من اهم الاسباب اللي بتعمل امراض نفسيه، يعني بتخلي المريض متقوقع حوالين نفسه، وانه عازل نفسه عن الناس من شعوره بالاحراج. فكان دائما يعني هذا من نوع انه كيف يزودوا معاناتنا، فكان هو منع لدخول الجهاز. الجهاز موجود برا ومصنع وله يعني كذا شركه بتصنعه، ولكن ممنوع يدخل. فانا كنت بحاول انه يعني نعمله بامكانيات عندنا يعني. نعم. فاطمه، خلينا نتكلم عن مسابقه شعاع للافكار العلميه، ولكن دعينا نذهب لفاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أستاذة فاطمة، نتكلم الآن عن مسابقة الأفكار العلمية. مسابقة شعاع الأفكار العلمية كانت أول إشي أنا كنت يعني شفت الإعلان على الفيس، فعادي سجلت وكتبت المعلومات. بعد فترة كلموني إنه جهزي نفسك للمقابلة. رحت لمقابلة واخذت معي الجهاز اللي كنت عاملة لحالي. تقدمتي يعني عبيتي الكتروني عبيتي النموذج وكتبتي اسم المشروع، ولا ارفقتي صور ارفقتي فيديوهات؟ لا، ارفقت صور وكتبت المعلومات، يعني ايش من المكونات وايش بيلزمك وكم المبلغ المطلوب عشان يتنفذ. فبعد هيك يعني عبيت طلب الكتروني. بعد كم يوم كلموني انه بدك تيجي على مقابلة. رحت على المقابلة وخلاص، يعني بعد أسبوعين كلموني تم قبولك وبدك تتأهل للمرحلة اللي بعدها. في المرحلة اللي بعدها يعني تأهلت برضو كمان مرة، وخلص إنه صار إنه حتحصلي على تمويل وبدك تجهزي مشروعك. بعد هيك بده يصير تصوير فيديو، بده ينعرض ويصير تصويت للجمهور يطلعوا الفائز. كان في مسابقة أو كان في منافسة كبيرة؟ يعني كان في هناك متقدمين كثر للمشروع كان للمسابقة؟ كان 60 متقدم للمسابقة. يعني صراحة أنا ما كنتش متوقع أن أنا هطلع منهم. مش استهانة في نفسي، بس الأفكار المتقدمة كانت قوية. كانت المنافسة قوية. فالحمد لله ربنا سهلها وطلعت من ضمن ال 15 متنافسين. حاليا تقريبا معظمهم خلصوا، يعني كلهم نفذوا مشاريعهم، بس ضايل كم اثنين تقريبا أو واحد في نهاية مشروعه، وعملوا فيديوهات وخلاص انه هتنزل للتصويت. تصويت الجمهور هو اللي بيحدد مين الفائز. 3 فائزين يعني هيكونوا فيهم. طيب الان هذا المشروع ممكن انه يتطور، مثلا كيف في خيالك معالم تطوره؟
بالنسبة للجهاز؟ نعم صراحة رسمة طريق طويل في موضوع التطوير. يعني الأفكار اللي في راسي وإنه كيف بده يكون الجهاز وكيف بده يكون شكله كتطوير هو من اليوم، ولكن يمكن الدعم اللي أنا حصلت عليه والمبلغ المالي اللي أنا هبدأ فيه لا يسمح أن أنا أبدأ بإمكانيات قوية، يعني غير كافي. يعني المبلغ اللي أنا هعمل فيه 20 جهاز لو أنا بدي أعمل بالمواصفات اللي في راسي واللي أنا طورت عليها مش هعمل 5. الجهاز مكلف، الجهاز بينباع برا غزة، يعني الأجهزة الجاهزة المصنعة عالميا برا الجهاز بيكلف $500، أنا قدرت أوفر الجهاز بغزة $200 للمستهلك، يعني للمريض. لو يعني وضع البلد ما بيسمح، يعني لو أنا بدي أعمل المواصفات اللي أنا بدي إياها، وحتى هي مواصفات في معظم الأجهزة اللي برا مش موجودة. طب الآن هو لو يعني لو كان هذا الجهاز متوفر بكثرة بيستدعي الأمر إنه صاحب هذا المرض مثلا إنه يقتنيه عنده في بيته، ولا بس مجرد إنه بيذهب لمركز صحي معين؟ لا طبعا، ممكن يتواجد في الصيدليات إنه يذهب مثلا يأخذ بواقع جلسة أو جلسين أو 3 جلسات أسبوعيا. لا طبعا، هو الجهاز متوفر في المراكز، يعني هو يعني هينعمل جهاز المريض ياخده في البيت يتعالج لحاله، يعني يوفر حاله وقت. لا هو بيشتريه وبيضله عنده لانه هيستخدمه بشكل مستمر، يعني مش فتره، يعني مش فتره علاجه وهيخلص بشكل مستمر بشكل طويل. يعني هو مرض جلدي مزمن، فهيضطر المريض انه بده يستمر بالعلاج، يعني هو يستمر فيه لفتره بشكل متواصل، لكن بعد هيك هيصير عندي الحاجه يستخدمه. طب كم مده الجلسه، المده الزمنيه للجلسه؟ الجلسه بتكون نص ساعة. بشكل يومي ولا بشكل أسبوعي؟ ممكن 3 مرات بالأسبوع، ممكن يوميا، يعني في حالة أنه كان يوميا هيكون تقريبا من 8 إلى 10 أيام غالبا بيخلص منه، ولكن لو كان يوم بعد يوم أنه الفترة بعيدة شوية ممكن يأخذ معاه يعني بحدود 15 جلسة، لأنه بيكون في فترة متباعدة، يعني بيكون التأثير شوية أضعف. طب أثناء تنفيذ هذا الجهاز وحاليا أثناء تطويره ومحاولاتك لإنتاج أكبر عدد ممكن، شو الصعوبات اللي بتواجهك فيما يتعلق بالتقنيات وفيما يتعلق بتمويله؟ شو هي هاي الصعوبات؟ والله الصعوبات كتير، يعني يمكن الحصار اللي احنا بنعاني منه كان سبب، ضعف الإمكانيات برضو سبب، يعني من أهم المشاكل اللي أنا واجهتها والصعوبات اللي أنا واجهتها لما توجهت لوزارة الصحة أني أنا بدي أحصل على ترخيص، تم تحويلي على لجنة الهندسة والصيانة، يعني طلب إفادة منهم، وتم الحصول على إفادة من الهندسة والصيانة بالموافقة وأنه جهاز آمن وما فيش منه أي خوف. بعد هيك تم تحويلي على لجنة الأطباء أنه نأخذ منهم إفادة برضو، الحمد لله رب العالمين تم أخذ إفادة بالموافقة وكل شيء تمام. لكن لما جينا بدنا نأخذ الترخيص من وزارة الصحة كان الرد أنه ما فيش عنا إمكانيات ولا عنا جهة مختصة أصلا تمنح ترخيص لجهاز. فكان هذا يعني ضعف الإمكانيات المتواجدة في غزة وضعف وجود الجهة المختصة اللي تمنح ترخيص لجهاز وطرق الفحص والشغلات دي كلها كانت عائق ان انا اخذ ورقة رسمية من الصحة ان انا جهازي مرخص، رغم يعني انا اخذت موافقة من لجنتين، يعني تم الموافقة عليه ولكن ما فيش جهة مختصة تعطيك الترخيص هذا، فبالتالي ظل طلب مفتوح لحتى الان، ولحتى الان ما فيش اي رد من الصحة بشكل رسمي. وحتى يعني بعلاقات شخصية مع الصحة انا يعني طب اعطوني طلب، يعني اعطوني رد كتابي ان انا اقدر امشي فيه في اي مكان، قالوا لو احنا اعطيناك رد كتابي هنأذيكي، فاحنا بدناش نوقف في طريقك وطريق المرضى، اشتغلي وتوكلي على الله. طيب يعني بعد مرورك بهاي الصعوبات لمين بتوجه رسالة عبر البرنامج؟ بوجه رسالة لوزير الصحة ولكل حدا بيقدر يساعدنا بهذه الشغلة، يعني انه في كتير غيري برضو عملوا شغلات وعمل، يعني ما حدش قادر يوصل بسبب الشغلات دي، يعني انا مش عارفة كيف اوصف لك اللي جواتي، بس عن جد انا كنت بحس بالقهر كتير ان انا يعني كثير غير عامل. في ناس بتاخذ بيد الناس اللي بتفكر، الناس اللي بتبدا، تحاول تقدم لهم كل مساعده لانجاح مشاريعهم، تذلل العقبات امامهم، يعني هو المفترض هيك يكون. والله صراحه انا على مستوى مشروعي وعلى مستوى جهازي، انت عندك 6000 مريض في غزه، يعني تخيل واحد ايديه بتحرق طول الوقت، ايش كيف بدها تكون حياته؟ انت تخيل ايديك طول اليوم مبلوله ميه، ايش كيف بدك تقدر تعمل شيء بحياتك؟ لو بدك تمسك لبسك تبهدل الميه، لو بدك تاكل هتقرف تاكل العرق هيدخل في جسمك، لو بدك تمسك ورقه هتدوب في ايدك، لو بدك تسلم على حدا هتشوفه قرفان منك، انت نفسك هتتضايق. انت تخيل حياتك بايديك ميه وتخيل عيش يوم واحد، هتحس بالمعاناه لحالك. 6000 مريض في غزة يعانوا من أمراض نفسية بسبب الشغلة هذه، ليه؟ إذا إحنا قادرين نوفر الحل.
يعني الحل بايدينا، ليش احنا نمنع عنهم؟ يعني يمكن انا اول كلمه قلتها في مقابلتي في مؤسسه شعاع كانت اتمنى انها تكون اول خطوه انه احنا نقضي على هذا المرض في غزه. واحنا كمان عبر هذا البرنامج بنتمنى وبنتمنى من كل الجهات المختصه انها تساعدك وتحاول تقدم لك كل ما هو ممكن من اجل انه هذا الجهاز يكتمل شكله، بل كمان ان يكون في كذا جهاز حتى نساهم في حل هذه المشكله. اخصائيه العلاج الطبيعي الاستاذه فاطمه قسطه، نشكر حضورك معنا وكما نتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله. كما اشكركم اعزائي المشاهدين، هذه تحيات فريق العمل، الى اللقاء.